مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما خبرتكم بالانستغرام سالتكم اذا بدكم اورجيكم مشترياتي المبتدي، فانتم كتبتوا لي، اغلبكم يعني كتب لي ايه بدنا نشوف. فلهيك انا عم ساوي هذا الفيديو لورجيكم مشترياتي المبتدي. بس طبعا قبل ما نبلش بالفيديو، اذا كنتوا جداد على القناه لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر التنبيهات، ومو بس هيك كمان شاركوا الفيديو مع رفقاتكم وعائلتكم. وهلا خلونا نبلش. تدي هو محل ببيع ديكورات للبيت وكذا وهيك باسعار كثير رخيصه، فلهيك بما انه كانوا المحلات مسكرين بالمانيا هذاك الاسبوع فتحوا المحلات. بس طبعا ما فيكم تفوتوا على المحلات الا لتاخذوا موعد، يعني اغلبيه المحلات لازم تاخذوا موعد او على الانترنت. فتدي احيانا يعني لما انتم بتروحوا بالايام العاديه يعني قبل الكورونا وكذا، لما كنت تروح دائما يكون كل شيء معجوق ويعني تكون العالم اخذين كثير، اخذين كل الاشياء اللي تكون حلوه وكذا. فبعد هلا ما فتحوا المحلات فمو كل العالم دغري راحوا على تيدي، فكانوا الاشياء كلهم هيك مرتبين واشياء جديده يعني ولسه مو خالصه. فانا لحقت حالي الحمد لله وجبت هيك شويه اغراض ناقصني. فانا هلا حورجيكم مشترياتي من تيدي، حجيب الكاميرا ونشوف المشتريات سوا لانه لساتهم بالاكياس. فيلا هلا انا قعدت لكم هون، ما بعرف ما لقيت لكم زاويه يعني مناسبه للتصوير، فاخترت اني اقعد خلص بالارض. فاذا ما كان ظبط المكان تبع التصوير او كذا اكتبوا لي بالتعليقات عشان احسن هالقصه. اوكي، فهلا حنبلش باول كيس من تدي. اوكي، فاول شيء عندنا اياه اللي هو هي الفازه. هيك لونها ابيض، كان في منها يعني اكبر هيك شوي، بس انا حبيت انه اجيب هي لانه مبين عندكم. وجبت كمان ورد، بس ما جبتهم انا لهي المزهريه، جبتهم لمزهريه تانية عندي اياها، بس لما جربتهم هي كمان طلعوا مناح فجبت منهم تنتين. هيك ورد اصطناعي هاد، فحسيت انه كثير طلع القصه منيحه. شوفوا انا حسيتهم طلعوا حلوين، ما بعرف قولوا لي انتم رايكم. فهي اول شغله. هلا ثاني شغله يلي هي هي، حورجيكم اياها. هي مثل هيك تابلت، لونها ذهبي، كثير حبيتها، كثير حلوه يعني هيك من هون الى مرايه، وحسيت انه اذا تحطوا عليها بارفانات ديكور اي شيء، مثلا كمان اكسسواراتكم فيكم تحطوا فيها، كثير حسيتها حتكون حلوه فكثير حبيتها. كان بدي لو كان موجود هيك شوي كبيره، بس هي كانت هيك مثل مستطيل صغير، ف يعني حسيتها حلوه فجبتها. وشو كمان حورجيكم. اوكي، وهذا كمان تابلت. هي التابلت هيك شكلها دائريه ولونها لون فضي، كمان الى مرايه من جوا. هي جبتها انا لحطها بالحمام، انه احط هيك عليها الديكورات، فحسيتها حتكون حلوه. وجبتها لون فضي لانه الحمام تبعي يعني لونه لون هيك رمادي فحيلبق عليه، حسيت فكتير حبيتها. حتى انتو فيكم تجيبوها مثلا لغرف القعده، لاي شيء تحطوا عليها ديكور، كتير حلوه كتير يعني. وسعرها يعني عن جد رخيص كثير يعني، هي انا جبتها ب7 يورو هون مكتوب، ف كثير حلوه حبيتها كثير. كمان جبت هي التابلت، جبت كثير تابلتات لانه ما عندي، ليك صار كثير ما عندي كثير ديكورات ببيتي، فشوي شوي عم جيب يعني. فهي لونها ذهبي مثل ما كنتم شايفين، كثير 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 حبيتها. هي انه اول ما شفتها خلص قلت بدي احطها عندي على طاولة المكياج، وحط عليها مثلا البارفانات تبعي والكريمات اللي بستخدمهم، فحسيت كتير حلوة كتير يعني، وكمان إلى مراية هيك فكتير هيك إليجانت حسيتها. و يعني هي كمان سعرها 7 يورو مكتوب هون ورا، فكتير حلوة يعني جد جيبوا منها. هلا بما انه خلصنا من هدول التابلتات المهمة، هلا حورجيكم شغلة مو من عند التدي، من محل اسمه فولفوس يمكن او هيك شيء، بس هدول موجود منهم بالتدي يعني انا شفت منهم، بس حورجيكم اياهم انه عن جد حلوين فقلت ورجيكم اياهم بالفيديو. هي اول وحدة هيك مثل الازاز، هي كبيرة هيك بتجي، وبتجي وحدة جنبها جبت صغيرة يعني عشان نحطهم جنب بعض، وحدة كبيرة وحدة صغيرة، فكتير حبيتهم كتير رخاص يعني فجبت منه. اخي الفيديوهات لما تحكوا هيك دغري دغري بتعطشوا عن جد يعني، عطشت انا هلا صار بدي مي، حروح حاشرب مي ونجيب الكيس الثاني ونبلش فيه لانه هذا اول كيس فخلص.
فهلا الكيس الثاني حنبلش فيه. واول شغله اللي هي كيس زباله، يعني بالدي ام والروزمان ما بلاقي كياس زباله هيك سماك، وخاصه البيومول، لانه البيومول هي الزباله تبع الاكل، يعني بخاف انه ينزل منها شويه مي او كذا من الاكل. ف احيانا بيصير معي هيك وبينزل شويه مي، فاذا كنت جايبه كيس من دي ام او روزمان هيك كيس رقيق فبحس بينزل منه على السطل تبع الزباله. فبجيب من هدول انا دائما بنبتدي، لانه عن جد كثير سماك، عن جد سماك كثير، وفيهم 10 وحدات فانا جبت 2. عن جد جربون اذا انتم عم تعانوا بهي المشكله مثلي، فجيبوا منهم. انا هلا في عالم بيحطوا دغري الزباله بالسطل بدون ما يحطوا كيس وبعدين انه بيريفوه كلياته، انا ما بحس هي الشغله، عن جد ما بعرف ليش ما بحب اسوي هيك ابدا، مع اني برجع بليف السطل مرة تانية حتى لو كنت حاطة كيس، بس ما بحب لما يكون كتير في وسخ يعني ضيفه. هلا جبت هيك مثل جزدان هيك صغير، شو معلي قطة كتير كيوت، حسيت انه اذا بحط فيه اشياء هيك كتير حيطلع حلو. هلا كمان جبت شغلات كان بديوها من زمان، مثلا هي للقطن، بتحطوا فيها القطن تبعكم، كتير حبيتهم. وكمان جبت هي بتحطوا عليها قطن تبع الأدنين، كتير حسيتهم حلوين هيك جنب بعض، وخاصة على الطاولة تبع المكياج فحبيت جيبهم، وكتير عن جد كتير رخاص عن التدي فحبيت جيبهم من التدي، بغير محلات تلاقوهم شوي أغلى، لا هدول كتير حلوين. كمان شو جبت؟ جبت هي شو بيقولوا عليها؟ يعني للشوربة هيك. حسيتهم كتير مناح. هي في منه نوعين عندهم بتدي، في نوع بتكون هيك الايد تبعها كتير خفيفة ما تجيبوا منها هاد، وفي نوع بتكون هيك تقيلة لتمسكوها، وهي جيبوا منها. مثلا هي هيك بتلاقوها، يعني بتلاقوها من هون كبيرة وبتلاقوها يعني تقيلة، فجيبوا منها انه بتكون عن جد منيحة. فأنا جبت منها هي، ما كنت لاقي أبدا، كنت لاقي من العاديين دائما، بس عم لكم بعد ما فتح هلا ابتدي لقيت منها هاي فجبت دغري منها واحدة. جبت هدول، بس لقيكم شو صار فيهم هدول، هدول تكسروا. يعني مثلا انتو عندكم كاسة بتحطوها هي تحتها هيك، يعني كتير حلوين للديكور، او مثلا شمع من الشمع هذا الكبير بتحطوا عليهم، يعني كتير حلوين، اسمهم انتزتس بالالماني. بس القصة انه هدول هيك مثل خشب، ان راح شوي من الحواف يعني هرهروا. هلا بوريكم مثلا بالكيس، مثلا هون بتلاقوا هيك هرهروا، بس انا قلت لا ما حرجعهم، قلت بلزقهم. هلا انا عندي هون مثلا انت زتها بتحطوهم تحت الكاسه وكذا، بس هدول يعني كمان هيك كبار، فيكم كمان تحطوهم للشمع مثل ما قلت لكم. هلا جبت كمان هذا مثل حبل، يعني حبل هيك مثل ما بكون شايفين، هذا بيساوي فيه هيك اشياء يعني للديكور، فقلت لجيبه بورجيكم شو بساوي فيه بعدين. اوكي، كمان حقه 3 يورو يعني كتير رخيص، عن جد كل الاشياء اللي هلا جبتها انا باسعارها عن جد كتير رخيصه، وخاصة هلا بعد ما فتحت تدي يعني في اشياء لسه ما راحت، فانتوا دغري روحوا لتلاقوا هدول الاشياء اللي انا اشتريتها، لانه عن جد يعني اذا بتستنوا شوي يمكن يروحوا هدول الاشياء، خاصة هدول اللي ورجيتكم اياهم، هدول يعني بيروحوا كتير بسرعة. كمان هاد يلي بشعل الشمع، وجبت منه هاد على الغاز، جبت كمان علبة تبع الغاز تعبوا فيها الغاز تبع القداحة. اوكي، هلا نجي لاخر الاشياء الحلوة اللي عن جد انا كتير كتير حبيتها، ويلي هي تاتا هي الشمعة هيك، ما بعرف اذا مبينة عندكم كتير هيك، لها غطا وكبيرة هي يعني، وبتحطوها انه كتير حلوة للديكور. فضيقة شوي افتحها ولي قاسية شوي. اوكي، فيها هون شمعتين يعني هيك حاطين تنتين، وكتير حلوة، ومو بس هيك هون مكتوب شو ريحتها، وريحتها بريحة الياسمين، يعني ريحة عن جد بتجنن بتجنن، كأنكم قاعدين هيك بجنانة وقدامكم ياسمين وعم تشربوا. هي الكبيرة انا جبت منها، هي فيها تنتين، وجبت كمان وحدة تانية يلي هي اصغر منها، اصغر منها. هلا مثل ما كن شايفين، ما بعرف انا بالكاميرا اذا انتم عم تشوفوا قديش كبار، يمكن يبينوا صغار بالكاميرا، بس مثلا ليكو هلا هي قدام هي، يعني هي تبع الياسمين، وهي بالعنبر، ريحة عنبر كمان لها غطا بس فيها وحدة، وهي كمان بالعنبر، هي بقى كتير حبيتها هيك انا، شوفوا
هي فيها ثلاث شمعات هون وكبيرة هي، وريحتها كمان عن بار ريحة كتير حلوة عن جد. وهي الياسمين إذا أنتم مثلا بالبيت هيك بدكم ريحة منعشة خاصة الصبح فشغلوا هي تبع الياسمين، وهي العنبر شغلوها مثلا المساء وكذا إنه شوي ريحتها أتقل من هي، هديك ريحتها خفيفة هي ريحتها أتقل. أيوة وبس هدول. وهلا حزور شو بدي جرب هي التابلت اللي جبتها عندي على طاولة المكياج، فخلونا نجربها سوا. أوكي بنات هلا حورجيكم هون طلع عليكم شلون طلع. بس حطيت عليها البارفانات وكذا الاشياء اللي انا بستعملهم بشكل يومي، فكتير طلعت حلوه عن جد، كثير حبيت النتيجه. وهلا قلت لحالي لجرب هدول حطهم يعني بمكان، ف دائر قيم هي اول شيء. يعني الصراحه ما لهم سيئين ابدا، شايفين؟ اوكي هي اسم الشمعه قلت لكم عليها اللي حتى ياسمين، وهي هدول عن جد حلوين يعني ما بهم شيء. اوكي وهدول جبتهم من السي اند اي بعد ما فتح يعني، فاذا كنتوا بدكم تشوفوا الفيديو حينزل يوم الجمعه حورجيكم مشترياتي من عندهم وبس. وهلا بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بقناتي، وكمان فيكم تتابعوني على حسابي على الانستغرام اللي حاطط لكم اياه هون تحت وبس. وهلا بشوفكم بفيديو جاي، بحبكم كثير، مع السلامه، باي باي.